تحيي نضالية مرة أخرى نؤكد صمودنا هنا أمام الإدارة العامة من أجل المطالبة بحقنا المشروع العادل والمتمثل في الرجوع والإدماج المباشر في جميع أسلاك التكوين المهني. لليوم 143 إحنا هنا صامدين رغم أن بعض الإخوان خلوا على علينا وشوا أنهم دون أن تكون هناك حلول. حنايا رفضنا الحلول الترقيعية اللي قدمتها الإدارة. غادي يكون هو يتم هذا الرجوع ديال هاد الاشخاص وخصوصا هاد اثنين الاشخاص اللي بقاو معنا من الاساتذه. وغادي نؤكد مره اخرى اننا نحن صامدون الى ان نحقق جميع المطالب ديالنا اللي هو الرجوع والادماج وجبر الضرب. وشكرا.